حانهم من وقت اندلاع العمليات العسكرية في أوكرانيا، وبدأت تظهر تداعيات سلبية. ده على كل اقتصاديات العالم، كل دول العالم بتتأثر اقتصاديا، وطبيعي ان احنا لسنا بمعزل عن العالم. مصر هتتأثر زيها زي غيرها بالظبط، لكن الفرق في حجم التأثر. احنا عملنا ايه عشان نقلل هذا التأثير؟ الحمد لله احنا ماشيين بخطوات ثابتة وخطوات جادة في مواجهة وضبط الأسعار، واعتقد ان احنا كل يوم بنشوف حملات من وزارة الداخلية لضبط مخالفين، لضبط محتكري سلع، لضبط ناس بترفع أسعار سلع. وفي نفس الوقت زي ما كنا دايما بنتكلم ان المسؤولية مشتركة ما بين الدولة ما بين المواطن. لو لقى حاجة غالية ما يشتريهاش، ويشوف مكان من الأماكن اللي بتبيع حاجة بسعرها او الأماكن اللي بتبيع الحاجة رخيصة، وفي نفس الوقت يبلغ بإمكانه ان هو يبلغ في وزارة الداخلية في اي اسم تابع ليه عن المحل او المكان او التاجر اللي محتكر السلع او بيبيعها بسعر غالي. عندنا كمان احتياطي من السلع الاستراتيجية، ده هيكفينا لشهور طويلة كمان قدام، وهيخلينا في منطقة آمنة لفترة معقولة. ده طبعا غير ما تقوم به الدولة في توفير أماكن بعينها يكون فيها تخفيضات، والتخفيضات دي هتكون بنسب كبيرة جدا على السلع الغذائية. زي مثلا عندنا معرض أهلا رمضان. المعرض ده الدولة بتعمله كل سنة في نفس التوقيت قبل رمضان بحوالي 5-6 أيام. المرة دي كان مخطط ان هو يكون يوم 25 مارس، نتيجة اللي حصل خلوا معاده يوم 15 مارس ومستمر في رمضان. المعرض هيعرض سلع غذائية بدعم كبير، هيوفر كمان السلع بتخفيضات وعروض مميزة من خلال 250 شركة و1300 مجمع استهلاكي و500 منفذ من منافذ جمعيتي و100 قافلة متنقلة ومنافذ متحركة. ايه اللي بيحصل؟ ان الدولة وزارة التموين بتقلل الحلقات، بتاخد المنتج من المصنع مباشرة وبتعرضه في معارض أهلا رمضان عشان تقلل الحلقات شوية، فبالتالي نقدر نحصل على خصم مميز ومختلف. ده شيء فعلا بيحصل يا شاذلي. كمان الحكومة أعلنت عن أنها هتتصدى لموجة غلاء الأسعار، وعملت حملات كبيرة وقوية على التجار اللي بتحتكر السلع، وده يمكن شفناه في الفترة اللي فاتت من خلال الحملات اللي عملتها وشنتها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة. ده غير أنها كمان حضرت وقالت ان اي تاجر او صاحب شركه هيفكر انه يلعب في الاسعار او هيزودها، القانون هيحاسبه وبمنتهى الشده، وهيطبق عليه عقوبات ممكن تبتدي من سنه، وغرامه مش هتقل عن 100,000 جنيه وممكن توصل ل 2 مليون جنيه. يعني هتدفع اضعاف اللي انت حاولت تاخده من قوت المصريين، اضعاف مضاعفه. الحقيقه عايزه اقول ان انا فكرت كده، انا ومجموعه من اصحابي، وانا فكرت اشارك معاكم التجربه. يا ريت كل حد كده يختار بعنايه المكان اللي هيروح يشتري منه الحاجات اللي هو محتاجها من السلع الغذائيه. الحكومه والدوله موفره اماكن كتير فيها دعم على السلع، مش بس كده، في اسواق بعينها عندها عروض باسعار كويسه ومناسبه جدا. ربنا يعدي الازمه العالميه دي على خير. الازمه دي مأثره على اقتصاد العالم كله، وان شاء الله مصر تفضل مستقرة وقادرة إنها تتعامل مع أي تحديات بتواجهها. بصبح عليكم، صباح الخير يا مصر.